حكينا انه الفارماسيوتيكال ايروسولز او البخاخات هي المقصود فيها البخاخات اللي بيكون في داخلها في ضغط في بريشر، وهذا البريشر هو المسبب لاندفاع الماده الى خارج الكونتينر لما بينضغط على الاكتويتر او على الفالف على الفوهه. الضغط هو اللي بيسبب خروج الماده. بالصيدله اهم شيء عندنا بهاي الجزئيه اللي هو بخاخات الازمه اللي هي الانهيلرز. هاي البخاخات طبعا الانهيلرز بيجوا انواع، مش شرط يكون ايروسول، بس في بعض انواع الانهيلرز بتكون ايروسولز. مرات الانهيلرز بتكون عباره عن دراي باودر، بودره جافه، وفي يعني خلينا نحكي العبوه نفسها مهيئه بطريقه اللي المريض يشفط البودره من دون ما يكون في اي بريشر داخل الكونتينر. فاذا هذا نوع من انواع الانهيلرز. وفي انواع ثانيه من انواع الانهيلرز اللي هي بتكون بريشرايزد كونتينرز اللي هي ايروسول انهيلرز، زي مثلا السالبيتومول انهيلر، الفنتولين مثلا، بخاخ الفنتولين، بعض انواع الكورتيزون، مشتقات الكورتيزون برضه ممكن تكون موجوده في ايروسول انهيلرز، بخاخات اللي هي تعتمد على الضغط بعملها. ميزه هاي البخاخات انه احنا بنقدر نتحكم بعده اشياء متعلقه بالجرعه اللي بياخذها المريض. نقدر نتحكم اولا بكميه الدواء اللي بدها تطلع في كل بخه، فكل بخه اذا بدناها تطلع مثلا فيها كميه دواء معينه، مثلا 1 ملي جرام على سبيل المثال من الدواء، نقدر احنا نعيرها بحيث انه كل بخه يطلع فيها 1 ملي جرام من الاكتيف انجريدينت. برضه بنقدر احنا نتحكم بالبخاخ بحيث انه الدروبلتس السايز اوف ذا دروبلتس يكون صغير بشكل كافي، بحيث انه اذا بدي اوصل انا الدواء الى مكان عميق باللنجز بيكون الدروبلت سايز صغير كثير، وبالتالي بقدر انا اتحكم بهذا الشيء عن طريق التحكم بالضغط اللي جوا الكونتينر وشكل الفالف، شكل الفوهة اللي بدها تطلع منها المادة. مشان نتحكم بالضغط جوا الكونتينر يعني بنكون احنا طالبين انه يكون جوا الكونتينر ضغط معين. مثلا يعني على سبيل المثال لو بدنا الضغط يكون 50 PSI، كيف بقدر أحقق 50 PSI جوا الكونتينر؟ بعمل combination mixture of propellants، بختار mixture of propellants. propellant الـ pressure الـ vapor pressure إله أعلى من 50، وpropellant الـ vapor pressure إله أقل من 50، وبعدين باجي بعمل combination من هدول الاثنين بنسبة معين بحيث إنه الـ pressure يطلع بيناتهم 50. فإذا بهاي الطريقة لازم أنا أطبق اللي هو راولتس لو. راولتس لو أخذنا هذا السلايد المرة الماضية لكن أنا بدي أعيده للتأكيد. راولتس لو اللي هو الفيبر بريشر on top of solution للمادة الأولى اللي هي هون البروبين، يساوي المول فراكشن لهاي المادة، المول فراكشن لهاي المادة اللي هي بين قوسين هذولا، المول فراكشن لهاي المادة ضرب البارشال بريشر للبيور بروبين. البارشال بريشر للبيور بروبين، هنا جزء هذا السلايد لازم فوق البي، في عندنا هنا دائره صغيره انها مشان تعرفنا انه هذا للبيور سبستانس، للبيور بروبين الفيبر بريشر اللي هو هذا الرقم اللي هو هنا 110. اذا بصفي عندي هنا المول فراكشن كيف بحسبه، اللي هو النمبر اوف مولز اوف بروبين على التوتال نمبر اوف مولز اللي موجوده عندي من التو بروبيلانتس بهذا المكسر، اللي هي N للبروبين زائد N للايزوبيوتين بهذا الإكزامبل. مثلا بهذا الإكزامبل عندنا هنا مكسر بنسبة 60 ل40 مبني على الوزن، يعني كأنه عندنا 60 جرام بروبين مع 40 جرام ايزوبيوتين. المطلوب نحسب كم البارشل بريشر on top of this mixture. فإذا أول إشي لازم أحول الجرامات لمولات، فبحاجة أنا للمولوكيولر ويت. المولوكيولر ويت موجود عندي هنا بالجدول 44.1 و 58.1 للأيزوبيوتين. فإذا number of moles of propane تساوي الويت اللي هو 60 جرام تقسيم المولوكيولر ويت ويساوي 1.36 moles. number of moles للأيزوبيوتين يساوي 40 جرام على 58.1 ويساوي 0.69 moles. الآن برجع بعوض هنا بالمعادلة، بدل N propane أحط 1.36 على مجموعهم ضرب 110 بيطلع عندي اللي هو البارشال فيبر بريشر اللي بيطلع on top of this mixture نتيجة لوجود البروبين. لأن عشان أطلع التوتال
لازم أطلع برضو الجزء اللي طالع من الأيزوبيوتين. الجزء اللي طالع من الأيزوبيوتين يساوي أو البارشل بريشر الناتج عن وجود الأيزوبيوتين بالسوليوشن يساوي المول فراكشن للأيزوبيوتين اللي هو number of moles of أيزوبيوتين تقسيم total number of moles in solution ضرب الفيبر بريشر للبيور أيزوبيوتين اللي هو منطلع من الجدول هون اللي هو 30.4. طبعا بيعتمد على درجة الحرارة. هذا هنا مثلا على 70 درجة فهرنهايت تقريبا 20 درجة مئوية بيطلع عندي هنا 10 pounds per square inch. فإذا في جزء من البريشر رح يجي من البروبين اللي هو هذا الجزء وفي جزء من البريشر رح يجي من الأيزوبيوتين اللي هو هذا الجزء. إذا جمعتهم مع بعض بطلع البريشر الكلي اللي ناتج عندي on top of solution اللي هو بهاي الحالة 83 pounds per square inch. إذا بهاي الطريقة أنا بقدر أحسب وبقدر أعرف كم الكميات اللي أنا بدي إياها من كل بروبيلنت حتى أوصل لل desired pressure inside the container. المرة الماضية كنا وصلنا هون حكينا أهمية الـ particle size أو الـ droplet size اللي هتطلع من الانهيلر للعمق اللي رح توصل فيه المادة لداخل اللنجز. فإذا طلعنا هون على هذا السلايد عندنا تقريبا يعني إذا بدي أوصل أنا لعمق أكثر جوا اللنجز لازم أنزل بالـ particle size أكثر. فإذا 10 ميكرومتر المادة رح تعلق هون في الحنجرة لكن إذا نزلنا السايز أكثر رح تدخل المادة والدواء رح يدخل إلى الدكتس الداخلية جوا اللنجز. إذا هاي الانهيلر سبريز اللي هي البخاخات اللي هي للاستنشاق واللي هي عادة بتكون هاي for inhalation therapy, treatment of asthma or emphysema لضيق التنفس, must present particles in the form of a fine liquid mist or as finely divided solid particles. يعني ممكن يتبخر البروبيلنت وصفي عندي فقط solid particles هي اللي بتدخل لداخل اللنجز. Particles اللي أقل من 6 micrometer will reach the respiratory bronchioles and those less than 2 micrometer will reach the alveolar ducts. في space aerosols. إذا نوعية مختلفة من الaerosols اللي هي البخاخات اللي بنسميها space sprays أو space aerosols. The particle size of the released product is quite small. تقريبا بيكون حوالي 50 micrometer. يعني الدروبلتس اللي بتطلع من البخاخ حوالي 50 micrometer أو أقل. Must be carefully controlled so that the dispersed droplets or particles remain airborne for a long time. يعني هذول السبيس سبريز المقصود منهم هي البخاخات اللي بدنا اياها تضلها معلقه بالجو. يعني ما بدنا الماده اللي بنبخها يعني تنزل بسرعه. فكل ما كان البارتيكل سايز او الدروبلت سايز اصغر كل ما كان المده الزمنيه اللي بتضل فيها البارتيكلز معلقه اطول. فعلشان انا يعني مثلا اذا نطلع على البخاخات اللي هي معطر للجو مثلا فبدك انت البخاخ يضل معلق لمده زمنيه اطول فبيكون الدروبلت سايز لازم يكون اقل من 50 مايكرومتر. كل ما زاد الدروبلت سايز بصير الزمن اللي بتضل فيه هاي الدروبلتس معلقه بالهواء اقل. A 1 second burst from a typical aerosol space spray will produce 120 million particles. يعني بخه واحده من هاي السبيس aerosols تعطيني 120 مليون بارتيكل. Substantial number of which will remain suspended in the air for an hour. Examples على هاي البخاخات الروم disinfectants اللي هي معقمات الجو أو اللي بدنا نعقم غرفة مثلا بنعقم بيئة داخلية جوا غرفة بنستخدم روم disinfectants. فهاي البخاخات مفروض ضلها معلقة بالجو فترة زمنية طويلة مشان تعقم الانفايرومنت الداخلية. روم ديودرايزرز اللي هي المعطرات الجو داخل الغرفة وسبيس انسكتسايدز برضو البخاخات الحشرات. هلا إذا بتلاحظوا بيكون في أنواع بخاخ مبيدات حشرية نفس النوع بيكون منه للبعوض وللحشرات الطائرة وفي منه بيكون للحشرات الزاحفة. هلا شو الفرق بيناتهم؟ الدروبلت سايز. للحشرات الطائرة بدنا الدروبلت سايز يكون صغير لأنه بدك إياه يظل معلق بالجو فترة زمنية طويلة. و
وحشرات الزاحفة بيكون عادة الدروبلت سايز كبير علشان بدك اياه ينزل على الأرض بسرعة. السيرفيس سبريز اللي هي البخاخات بدنا اياها تطلع المادة المضغوطة جوا الكونتينر، تطلع الاكتيف انجريدينت وتوصلها وين؟ على السيرفيس، على سطح الماء، على السطح، ممكن يكون على سطح البنش مثلا، ممكن يكون يعني اذا بدنا نعقم مثلا باي منطقه، مثلا كاونتر الصيدليه بدنا نعقمه، بدنا الماده هاي توصل على سطح الكاونتر. فإذا السيرفيس سبريز هاي بدنا اياها تحمل الماده الفعاله وين؟ على السطح. وانا بكون الدروبلت سايز مش مهم، بدك اياه بالعكس الدروبلت سايز يكون كبير بحيث انه تنزل الماده بسرعه على السطح. Examples عندنا البيرسونال ديودورانت سبريز، الهير سبريز، بيرفيومز، العطور، بعض الانواع العطور بيكون مضغوط. هلا ما بنحكي عن العطور العاديه اللي بتكون البخاخات عباره عن ميكانيكال بامب، لا احنا بنحكي عن شيء بريشرايزد كونتينرز. شيفينج ليذرز، بعض معجين الحلاقه ممكن تكون موجوده في عبوات مضغوطه. توث بيست، بعض انواع معجين الاسنان. السيرفيس بيستيسايد سبراي اللي هي مبيدات الحشريه اللي بتكون على الاسطح. بينت سبريز، بعض انواع الدهان ممكن تكون بخاخات، هاي بنسميها سيرفيس سبريز. وبرضه في اكزامبلز ثانيه عندنا برضه لل خلينا نحكي للاكل، بيعملوا بخاخات مرات بيكون فيها زيوت. طيب احنا بهمنا فارماسيوتيكالي types of pharmaceutical aerosols، اهم شيء الانهيلر aerosols، inhalation aerosols، او بنسميها meter dose inhalers MDI. MDI short for meter dose inhalers intended to produce fine particles or droplets for inhalation through the mouth and deposition in the pulmonary tree. اذا هاي البخاخات اللي هي العاديه الموجوده بالصيدليات اللي هي الهدف منها نوصل الفاين بارتيكلز لداخل اللنجز. طبعا ريليس ماجورد كوانتيتيز، يعني بيطلع عندي كميه محدده من الدواء في كل بخه وحتى اخر بخه. يعني في نقطه مهمه انه ممكن بدايه الاستعمال اذا ما كانت الايروسول معموله بطريقه صحيحه ممكن اول بخه تكون كميه الدواء فيها كبيره واخر بخه تكون كميه الدواء فيها اقل بكثير. إذا ما كانت ميترد أو مش يعني مش معمول الإيروسول صح، في طريقة طبعاً بالديزاين رح نحكي عنها بحيث إنه نضمن إنه كمية الدواء اللي بتطلع في أول بخة نفس كمية الدواء اللي بتطلع لما بيستعمل المريض البخاخ في آخر بخة، مش نضلها الدوز يونيفورم. في نيزل إيروسولز، بخاخات للأنف، هذول برضو بيكونوا ميترد دوز أبليكيترز. هذولا الهدف منهم انه delivery of drug through the nasal ducts او nasal vestibule and deposition in the nasal cavity. يعني الهدف فقط انه المريض بيستعمل البخاخ عن طريق الانف وليس عن طريق اللنجز، يعني مش عن طريق الماوث، البخاخ بيكون بالانف. طبعا اللنج انهيلرز او الايروسولز البخاخات هاي بتكون شفط عن طريق الفم، بينما النيزل انهيلرز المريض بحط البخاخ بأنفه. فبهاي الحالة احنا برضو منأكد انه المقصود بالايروسول لما نحكي كلمة ايروسول معناته في ضغط، في بريشر جوا الكونتينر، مش ميكانيكال سبري. برضو في بعض انواع الايروسولز هي لينجوال. لينجوال ايروسولز are intended to produce fine particles or droplets for deposition on the surface of the tongue. هاي بخاخات على اللسان بتكون، بخاخات الهدف منها إيصال الدواء على اللسان. Topical aerosols هاي بتعطيني fine particles or droplets for application to the skin. طبعا هاي بتستخدم هاي البخاخات على الجلد. Example مثلا أنا بعرف في بعض البخاخات اللي هي تستخدم لحالات العضلات، ألم العضلات. في نوع بخاخ موجود اسمه Deep Heat. هذا بخاخ عبارة عن pressurized container، علبة معدنية مضغوطة، والدواء بيطلع على شكل بخاخ من جوا الكونتينر لألم العضلات. يعني بيعمل نوع من مش analgesia، مش analgesic، هو بيكون عبارة عن
يعني خلينا نحكي واحد من انواع النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، وبالتالي بيعمل كمسكن للالم. طبعا من الادفانتجز للايروسولز مقارنه بالطرق الثانيه لاستعمال الدواء يوز without contamination or exposure to the remaining material. يعني المريض بيستعمل الدواء ما بصير عندنا contamination للريمينينج ماتيريال، الماده المتبقيه جوا الايروسول ما بصير عليها contamination. مقارنه مع الميكانيكال سبريز، الميكانيكال سبراي ممكن يدخل كميه من الهواء في كل بخه تدخل لداخل البرودكت، وبالتالي هاي الكميه من الهواء ممكن تعمل contamination للبرودكت جوا الايروسول او جوا الميكانيكال سبريز، بينما الايروسولز العبوه بتكون مغلقه تماما عن البيئه الخارجيه وبالتالي ما بصير عندنا contamination. اليوز اوف ميتر دوز فالفز دوزج از كنترولد، يعني برضو هاي من الادفانتجز انه انا بقدر اتحكم بالبارتيكل سايز وبقدر اتحكم بالاماونت اوف ميديكيشن ريليست. هاي برضو ميزه بالايروسولز مقارنه مع الميكانيكال سبريز. مثلا ابلكيشن ويزاوت تاتش توبيكال سبريز، برضو ممكن انت تستخدم هاي الايروسولز من دون ما تلمس العضو المصاب وبالتالي بيكون رش من بعيد، مقارنه مع الكريمات او الاوينتمنتس اللي بحاجه لما يعني تطبقها على الجلد بحاجه انك تدهنها. ايروسولز كونتينر protects medicinal agent from atmospheric oxygen, moisture, light, microorganisms. إذن إحنا بنحمي البرودكت اللي موجود جوا الإيروسول لأنه بنعزل بيئة الإيروسول تماماً عن المحيط الخارجي وبالتالي ممكن نكسب expiry date أطول للبرودكت. إذن الإيروسول formulation، إذا بدي أطلع أنا شو بيكون جوا العبوة المضغوطة هاي اللي هي الإيروسول، في two major components، عندنا the product concentrate المادة الفعالة واحتياجات المادة الفعالة خلينا نحكي من مواد إضافية، وفي عندنا الجزء الثاني اللي هو the propellant المادة الدافعة اللي هي بتعمل ضغط جوا الكونتينر. the product concentrate بتكون من the active ingredient اللي هي المادة الفعالة اللي موجودة عندنا، ممكن تكون salbutamol، ممكن يكون معها antioxidant مادة تحميها، ممكن يكون في سيرفيس اكتيف ايجنت موجود. سيرفيس اكتيف ايجنت في له ميزات راح نحكي عنها قدام كمان شوي، وبكون في مرات بكون في سولفنتس برضه موجوده بالبرودكت كونسنتريت او اني اذر اديتيفز ممكن تضيف لي على ثبات الدواء او على فاعليته. البروبيلنت الماده الدافعه، هلا ممكن تكون هاي الماده الدافعه ليكويفايد غاز، ليكويفايد غاز من الاكزامبلز على الليكويفايد غازز اللي هي مشهوره كثير، يعني هاي الكلوروفلوروكاربونز وصار عليها مشاكل بالنسبه للبيئه وتاثيرها على طبقه الاوزون اللي هي السي اف سيز، هاي كانت تستخدم كثير بالمكيفات. هاي الماده الدافعه الكلوروفلوروكاربونز الان يعني نوعا ما في كثير قيود على استعمالها لانها بتضر بالبيئه. هلا ممكن شركات الادويه للاحتياجات خاصه وكونه كميتها ممكن ما تكونش كبيرة كثير لاستعمالات الدوائية، قد يكون هنالك استثناءات على استعمالها بالصناعات الدوائية، لكن هي بالتأكيد يعني في خبرة كبيرة لمصانع الأدوية باستعمال الكلوروفلوروكاربونز، كانت الآن بيحاولوا يتحولوا عنها إلى بدائل من أجل حماية البيئة، وزي ما حكينا بتأثر على طبقة الأوزون. الكمبرست غازز من البدائل عندنا الكربون دايوكسيد، كمبرست غاز، نيتروجين والنيتروس اوكسيد، هاي من البدائل اللي ممكن نستعملها مشان نتجنب استعمال الكلوروفلورو كاربونز. A number of meter dose pharmaceutical products for oral inhalation have received such essential use exemptions. إذن زي ما حكينا هون انه هذول الكلوروفلوروكاربونز هي يعني من اجل حمايه البيئه ممنوع استعمالهم بشكل عام، لكن للصناعه الدوائيه ممكن نحصل استثناءات لاستعمالهم بالايروسولز. اكزامبلز على هاي الفلورينيتد هيدروكاربونز، التراي كلورو مونوفلوروميثين اللي هو هذا الكيميكال فورمولا له، وهذا بسموه propellant 11. propellant 11 عندنا هون الفيبر بريشر اللي بيولده على 70 درجه فهرنهايت تقريبا 20 درجه مئويه حوالي 13 باوندز بير سكوير انش،
وطبعا في بعض الميزات كمان أو بعض الصفات اللي موجودة لهذا المركب الـ Boiling Point والـ Liquid Density. في عنا Propellant 12 برضو هاي اسمه هون، وعنا Propellant 114 115 وهكذا. إذا هاي الـ Propellant لها رموز، ممكن أنت تلاقي على العلبة مكتوب المادة يعني المواد الـ Propellant المستخدمة Propellant 11 أو Propellant 12. انت بدك ترجع هون للتابل وتشوف ايش هو بروبلنت 11 ايش هو بروبلنت 12 والى اخره من هاي الكومبينيشنز. فزي ما حكينا كل بروبلنت في له فيبر بريشر. هنا مكرر هذا في هذا التابل في خطا، خليني المره الجايه بطلعه وبحكي لكم ايش الخطا اللي هون، لانه هذا الرقم مكرر 13.4. فواحد منهم هو 13.4 والثاني بده يكون رقمه مختلف. فاذا الفيبر بريشر هون بعمل أنا كومبينيشن من هاي البروبيلنتس حتى أوصل للديزاير دي بريشر جوا الكونتينر. فلورينيتد هيدروكاربونز أو غازز at room temperature they may be liquefied by cooling below their boiling point compression at room temperature. طبعا هذول الفلورينيتد هيدروكاربونز والغازز اللي حكينا عنهم اللي هو ثاني أكسيد الكربون CO2 والنيتروجين غاز، هذولا at room temperature على حرارة الغرفة أو على storage conditions بالوضع الطبيعي بيكونوا gases، لكن لما إحنا بنحشرهم جوا الكونتينر بيصيروا liquefied gases، بيتحولوا إلى الحالة السائلة. ليش؟ لأن حطيناهم تحت ضغط جوا الكونتينر فبيصيروا liquefied gases، تحولوا إلى الحالة السائلة. الآن كيف بقدر أنا أحول fluorinated hydrocarbons أو gases ل liquefied form؟ إما by compression الضغط أو by cooling التبريد. إذا بردتهم أنا بقدر إني أحولهم ل liquefied form. For example difluoromethane freon 12 will form a liquid when cooled to minus 30 degrees، على ناقص 30 درجة مئوية بتحول لسائل، أو لما نضغطه على 70 pound per square inch على 21 درجة مئوية بتحول إلى الحالة السائلة. فهذا بهمنا من ناحية صناعية، لما أنا بدي أعبي أو بدي أصنع الكونتينرز تبعات الإيروسولز كيف بدي أضيف البروبيلنت جوا الإيروسول، إما بالتبريد أو بالضغط، فواحدة من هذول الطريقتين بنستعملهم بالصناعة. إذا هنا liquefied gas propellant or propellant mixture is sealed within an aerosol container with the product concentrate equilibrium is quickly established between the portion of propellant that remains liquefied and that which vaporizes and occupies the upper portion of the aerosol container. هاي السلايد نرجع لها كمان شوي، خلينا ناخذ بريك. إذا الآن شو اللي بصير عندنا جوا الكونتينر، وهذا هو يعني الجزئية اللي بجوز توضح دور البروبيلنت. دور البروبيلنت إذا طلعنا على هذا السلايد، دور البروبيلنت عندنا هنا بهاي الكونتينر. الآن هنا هاي الكونتينر عندنا pressurized container، وعادة هاي العبوات بتكون عبوات معدنية، لا ممكن تكون بلاستيكية أو زجاجية، بس على الأغلب بيستخدموا مواد معدنية stainless steel أو ألمنيوم عشان تتحمل الضغط اللي جواتها. الان جوا الكونتينر هاي هنا خلينا نحكي هذا الفالف. الان لما نطلع جوا هنا شو في عندنا، هنا في عندنا الليكويد بروبيلنت او الليكويفايد بروبيلنت، وفي عندنا الدراج كونسنتريت الدواء مع الليكويفايد بروبيلنت. الان الليكويفايد بروبيلنت شو دوره؟ انه هو على حراره الغرفه بصير يعني بده يتبخر، في عنده فيبر بريشر عالي، فمنلاحظ المنطقة هاي اللي هون فوق السائل هاي فيها ضغط عالي. هذا بنقدر احنا نتحكم فيه، زي ما حكينا بالحسابات بناء على راولتس لو بنقدر نتحكم فيه، هذا الرقم اللي بدنا اياه يكون موجود من الضغط on top of the solution. هلا هذا الضغط شو بيعمل؟ عماله بيعمل دفع على بريشر على سطح السائل، ونشوف كيف هنا يعني وين بوقف السائل. السائل مضطر يوقف هون عند هاي النقطة لأنه مسكر، الفالف مغلق. الآن لما يجي المريض
يضغط على الفالف، شو بيعمل؟ بيفتح، بيعمل فتحة هون. الفتحة هاي شو بتعمل؟ بتسرب السائل نتيجة للضغط اللي موجود جوا الكونتينر، بتسرب السائل وبتدفش السائل. بتدفعه وين؟ من خلال النوزل. هاي النوزل الفوهة مهمة كثير، لأنه هاي الفوهة هي كمان إلها دور بأن نتحكم بالدروبلت سايز اللي بده يطلع من خلال البخاخ. فإذا بهاي الطريقة إحنا يعني منلخص كيف بيشتغل الليكوفايد بروبيلانت، دوره بأنه يدفع الأكتيف إنجريديانت والبرودكت كونسنتريت لخارج الكونتينر. The vapor phase exerts pressure in all directions against the wall of the container, the valve assembly and the surface of the liquid phase, which is composed of the liquefied gas and the product concentrate. زي ما حكينا, it is this pressure that upon actuation of the aerosol valve forces the liquid phase up the dip tube. The dip tube اللي هو يعني هاي اللي يعني بنسميها المصاصة أو التيوب اللي بدها تطلع منه المد، هذا اسمه dip tube. فإذا forces the liquid phase up the dip tube and out of the orifice to the valve into the atmosphere. الآن as the propellant meets the air، الآن بطلع الدروبلتس أول ما تطلع بتكون عبارة عن ميكستشر من البروبيلنت مع الدراج برودكت. الآن لما بيطلع هذا البروبيلنت على الهواء بيتبخر بسرعة. بيتبخر بسرعة، شو بيضل عنا؟ It evaporates because of the drop in the pressure, leaving the product concentrate as airborne liquid droplets or dry particles depending upon the formulation. فإذا بيتبخر البروبيلنت وبيضل عندي الدراج برودكت مقسم لسمول فيري سمول دروبلتس موجود بالسبراي بالبخة اللي طلعت من البخاخ. As the liquid phase is removed from the container, the equilibrium between the propellant remaining liquefied and that. طيب اذا as the liquid phase is removed from the container, equilibrium between the propellant remaining liquefied and that in the vapor state is re-established. يعني هنا بعد كل بخة، إذا رجعنا لهذا السلايد، بعد كل بخة كمية البروبيلنت قلت عمليا، لكن رح نلاحظ إنه البرشر تقريبا هون رح يظلوا ريمينينج. هلا ممكن واحد يجي شو بيعمل؟ يعني هاي إذا يعني حدا عنده بخاخ مثلا بالبيت، بخاخ عادي، إذا قلبت العلبة، إذا قلبت العلبة وصرت تضغط على الأكتويتر، شو بتعمل؟ أنت عمالك بتفضي بالبروبيلنت، بعدين بتلاحظ إنه في سائل جوا الكونتينر بس ما في ضغط، لأنك أنت فضيت البروبيلنت بهاي الطريقة. فإذا البروبيلنت إذا استعملت العبوة بشكل خاطئ، ممكن أنت يعني تفضي البروبيلنت. تمام؟ فإذا إذا استعملت بشكل صحيح، كل ما طلع جزء من السائل مع البروبيلنت برجع البروبيلنت يتبخر ويعوض الفرق بالضغط اللي صار، وبصير re-establishment للpressure on top of the solution. Thus, even during expulsion of the product from the aerosol package, the pressure within remaining or remains virtually constant, and the product may be continuously released at an even rate and with the same propulsion. When the liquid reservoir is depleted, the pressure may not be maintained and the gas may be expelled from the container with diminishing pressure until it is exhausted. إذن بالأخير العبوة هاي بصير فيها يعني خلينا نحكي نوعاً ما البروبيلنت كميته بتبطل كافية حتى تدفع السائل، أو السائل ممكن يخلص قبل البروبيلنت ويصير بس يطلع غاز لحاله من الإيروسول. هاي شغلات إحنا بجوز يعني مرت علينا يعني باستعمال البخاخات اللي زي هيك. The pressure of an aerosol is critical to its performance. لكن إحنا بالنسبة لنا خاصة بالميتر دوز إنهيلرز، البخاخ البرشر جواته كثير مهم. طبعا ممكن نتحكم بهذا البرشر جوا الايروسول بالتايب اند اماونت اوف بروبيلنت زي ما حكينا بناء على راولتس لو، والنيتشر اند اماونت اوف برودكت كونسنتريت برضه بيأثر على البرشر جوا الايروسول. Space aerosols usually operate at 30 to 40 pounds per square inch. يعني عادة space aerosols، البخاخات اللي هي المقصود منها انك تطلع الرذاذ على الجو ويظل معلق بالجو،
بيكون البرشر جواتها حوالي 30 ل 40 pounds per square inch على 21 درجة مئوية.